وأتمنى أن يكون أن تكون منا طائفة يحبون العلم للعلم. الحركة الشكلية الروسية كانت حركة سيميائية، يعني تنظر للنص الأدبي على أنه سلسلة من التقنيات وسلسلة من استخدام الأدوات الأدبية، وهدفها هو استخدام اللغة بشكل مغاير، استخدام اللغة بشكل مختلف، شكل جديد، شكل يصدم القارئ ويجعل القارئ يقرأ النص الأدبي بشكل جديد، شكل مختلف. وفي الحقيقة هي دي الحاجة، يعني هذا هو الشيء الذي جعل من الشكلية الروسية، من الراشن فورماليزم، جعل منها يعني علما أدبيا خاصا منفصلا ذا منهجية خاصة، بعيدا عن أي تأثيرات وعوامل سياسية واقتصادية ونفسية وأي شيء من هذا القبيل. اللغة الشعرية لها مهمة واحدة فقط، ألا وهي أن تجذب الانتباه إليها كلغة، ليس كلغة تصف شيئا خارجيا أو تعبر عن شيء داخلي أو أبدا، إنما تلفت الانتباه إليها كلغة فقط، إن نستمتع بها لذاتها، نقرأها لذاتها. فاللغة هنا هي الفورم، إنما لو الكاتب نجح في لفت الانتباه إلى هذا الفورم، إلى هذه اللغة، فبالتالي هيلفت الانتباه إلى الموضوع أيضا. الإيقاع عند الشكليين يختلف عن بحور الشعر الموضوع مسبقا. الإيقاع بالنسبة لهم يجب أن يتأثر بالمعنى ويجب أن يؤثر في المعنى، ويعني زي ما إزرا باوند ما قال rhythm must have a meaning، الإيقاع لابد أن يكون له معنى، بل إن الإيقاع زي ما قلت يجب أن يؤثر في المعنى ويعيد تشكيل الكلمات ويعيد نطقها. لما بنغير في نطق الكلمة تماشيا مع الإيقاع، الإيقاع أحيانا بيفرض علينا تغيير نطق الكلمة. والجرس الصوتي أهميته ليس في حد ذاته كجرس صوتي، بل في القوة التي يكتسبها عند إضافته معنى جديد للكلمة، لو هيضيف معنى جديد. الإيقاع إذن عند الشكليين هو جوهر الشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.